بمناسبة كأس العالم، احنا الحقيقة يعني أجرينا لقاء مع واحد من عمالقة التدريب، كان لاعب طبعا كبير جدا، لاعب في بي اس في ايند هوفن، لاعب في اي سي ميلان البلجيكي الدولي اريك جريتس، ولكن طبعا كمدرب الحقيقة سجله كان حافل جدا، ودرب في فترة من فترات المنتخب المغربي، ودرب الهلال السعودي، ودرب اولمبيك مارسيليا الفرنسي. راجل الحقيقة يمكن بعيد عن الوسائل الإعلامية وعن اللقاءات التلفزيونية بقاله فترة طويلة، والحقيقة ان احنا نجحنا في اقناعه ان احنا نتكلم معاه قبل انطلاق البطولة عن رؤيته لكأس العالم في قطر، ازاي قدرة قطر من وجهة نظره على استضافة بطولة بالحجم ده، تنظيم البطولة في التوقيت ده لأول مرة بتقام بطولة كأس العالم في فترة الشتاء، فرص المنتخبات العربية اللي بتشارك فيها وخصوصا المغرب بما انه كان تولى تدريبه، ومين الفريق الأقرب لتحقيق اللقب من وجهة نظره. خلينا نتابع إجاباته على كل الأسئلة اللي وجهناها للدولي البلجيكي إريك جريتس، ونرجع لحضراتكم في السادسة. مرحبا، أنا إريك. بالنسبة للسؤال الأول المتعلق بتنظيم كأس العالم في قطر، أعتقد أنها لديها استعداد جميلة وبنية رائعة، لذلك أعتقد أنه من الرائع استضافة قطر لكأس العالم. ثانيا، بالنسبة لإقامة كأس العالم في الشتاء، فهذا بسبب أن الطقس سيكون أفضل كثيرا في الشتاء عن الصيف. أعتقد أنه شيء جيد أن تنظم هذه النسخة بشكل استثنائي في الشتاء. ثالثاً، فرص بلجيكا. أعتقد أن بلجيكا ستعبر دور المجموعات، لكن بعد ذلك سيكون الأمر صعباً. وبالنسبة للمغرب، لا أعرف معلومات كثيرة عن الجيل الحالي، لكن أتمنى أن يعبروا للدور الثاني مع بلجيكا بالرغم من بالنسبة للفائز باللقب، أعتقد أن أوروبا لن تفوز باللقب هذه المرة. منتخباتي المفضلة هي الأرجنتين والبرازيل، ولذلك أخشى أن الكأس ستذهب لإحدى هاتين الدولتين وليس لدولة أوروبية. بالنسبة لميسي ورونالدو، أعتقد أنهم سيرغبون في إظهار أنفسهم بشكل رائع في آخر مشاركة لهم. أعتقد أنهم لا يزالون رائعين بالرغم من تقدمهم بالعمر، لكن هذه هي فرصتهم الأخيرة لإظهار ما هم قادرين عليه. لا أعتقد أنه من الصواب أن نقول أن هناك فائز آخر بكأس العالم، لأنه في اعتقادي أن البرازيل والأرجنتين قد فازتا بالكأس بالفعل عدة مرات، لذلك لا أعتقد أن الفائز سيكون جديدا. بالنسبة للسعودية، أنا قضيت وقتا رائعا بالعمل مع الهلال، لذلك أتمنى حقا أن يصعدوا للدور الثاني، لكن كما الحال بالنسبة للمغرب فالأمر سيكون صعبا على المنتخب السعودي، لكن أتمنى لهم النجاح والصعود من مجموعتهم. حظا سعيدا لكم وشكرا.